ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذة حسناء الشريف، أمين لجنة المرأة في حزب حماة وطن شمال سيناء. بعد التحية فندم، يعني اليوم يوم مميز بشكل كبير، فيه إعلان إطلاق للمرحلة الثانية لخطة تنمية شبه جزيرة سيناء، وكانت في مكان له الكثير من الرسائل، وهو مقر الكتيبة 101 بشمال سيناء. ما هي دلالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول النهارده يوم فرحه لاهل شمال سيناء، لان الزياره الثانيه رئيس الوزراء بالوفد المرافق ليه من فنانين ونقيب الصحفيين والاعلاميين والقنوات التلفزيونيه. بنقول رساله مهمه للعالم اجمع: سيناء الارض الامان، التنميه الحقيقيه. يمكن من تصريحات رئيس الوزراء ان في منذ 2014 تم تنفيذ 1000 مشروع تنموي في شمال سيناء في مناحي مختلفه في كافه الاتجاهات. البنيه التحتيه، المياه والصرف الصحي، التعليم، الجامعه، عندنا جامعه العريش. الفتره المقبله هناك تنميه سريعه شامله في كافه الاتجاهات. اصطفاف جميع قبائل سيناء واهالي شمال سيناء مع القياده المصريه والوزارات لتحقيق تنميه حقيقيه سريعه على ايدي شمال سيناء وعلى ايدي ابناء شمال سيناء. يعني كان ايضا هناك لفته، يعني كلمه النصر او الشهاده كانت على خلفيه المنصه، واكيد هذه الكلمه او الكلمات لها دلالات كبيره في هذا اليوم. عايزين نقول ان ارض شمال سيناء ارتوت بدماء جنودنا البواسل. كانت فتره طويله عصيبه مرت بها القوات المسلحه والدوله واهالي شمال سيناء. تم الدفع غالي على هذه الارض للحفاظ على هذه الارض. النهارده بنوصل رساله ان سيناء في قلب مصر، في قلب القياده المصريه، في قلب الوزارات، في قلب جميع المهتمين بالوطن والحفاظ على الوطن. عايزين نقول ان النهارده الشمس تشرق من جديد على ارض شمال سيناء بصوره مختلفه وقويه وفعاله باذن الله. عايزين نقول ان الفتره السابقه الخطه التنمويه مستمره مع الدفاع عن ارض الوطن، كان القضاء على الارهاب في اتجاه وتحقيق التنميه الحقيقيه. الان انتصرنا على الارهاب الغاشم الأسود في كافة المراكز المحافظة بالكامل وتحقيق التنمية الحقيقية في كافة مراكز المحافظة الخمسة. عايزين الخطة ماشية في العريش، في البير العبد، في الشيخ زويد، في رفح، الحسنة ونخل. الاهتمام بأراضي شمال سيناء، عندنا الحسنة ونخل أراضي تنموية زراعية هيقيم عليها تعمير. عايزين نقول التوطين، هيبقى في توطين لاهالي لجميع المحافظات، اقامه مشروعات، في مشروعات تنمويه كبيره وصغيره ومتناهيه الصغر ومتوسطه سوف تقام على ارض شمال سيناء الفتره المقبله القليله. يعني شهدنا على مدى سنوات، يعني 10 سنوات، الكثير من المشروعات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية سيناء، وتم يعني عمل الكثير من المشروعات بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه مصري لتنمية سيناء. هذه تعتبر طفرة تنموية كبيرة وصولا إلى المرحلة الثانية اليوم وإعلانها اليوم. يعني كيف كانت هذه الطفرة لكم كأبناء هذه المحافظات؟ كأبناء شمال سيناء عايزين نقول إحنا يمكن عانينا من أيام الاحتلال وشبكات المياه والصرف الصحي. مقام عندنا في الفترة الأولى محطة مياه وتحلية في شمال سيناء، تم القضاء على مشكلة المياه بالكامل. تم يعني أكبر صرخ محطة تحلية في العالم مقامة في شمال سيناء في مدينة العريش، تم القضاء على مشكلة المياه بالكامل، صرف صحي. الدولة بتقوم بدور لم يشهده شمال سيناء وأهالي شمال سيناء من قبل. أهالي شمال سيناء عاشوا سنوات الإهمال والتهميش في سنوات سابقة. عايزين نقول إن بنية تحتية، أراضي، طرق سريعة، كل الخطى التنموية بتسير بخطى متوازية سريعة وأساسية. يعني عايزين نقول إن إحنا مش مجرد بنعمل بنحل مشكلة بسيطة، إحنا بنحل مشاكل
هامه وضروريه لتوفير حياه كريمه يستحقها المواطن السيناوي بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارات المختصه والمعنيه، ان بالفعل بيحاولوا يزيلوا اي عقبات تقف حائلا امام تحقيق حياه مستقره لاهالي شمال سيناء. يعني كان هناك دعوة إلى عودة أهالي سيناء مرة أخرى إلى قراهم في شمال سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب، وأيضا رصد حوالي 13 أو 2.5 مليار جنيه مصري لعمل وحدات سكنية مرة أخرى لأهالي سيناء. يعني كيف تري هذا الاهتمام من الدولة بإنشاء مدن حضرية جديدة تليق بالمواطن السيناوي؟ هو بالفعل تم إقامة مشروع حضاري في رفح. الرئيس وزراء النهارده الدكتور مصطفى مدبولي صرح ان هيبقى في عمارات سكنيه حضريه، يمكن كان قبل كده فتره سابقه في البناء عشوائي، دلوقتي اتجاه الدوله ان بناء البناء الحديث يقوم بشكل مدروس ومخطط بحيث يبقى في تنسيق حضاري، ونقول ان الناس لما تشوف سينا لا دي ما كانش سينا قبل كده، لا سينا اتحطت على المكانه الحقيقيه اللي تستحقها بفضل جهود الرئيس والوزراء والجيش والقوات المسلحة وأهالي شمال سيناء، إن بالفعل نضع سينا في المكان اللي تستحقها بعد استقرار الأمن والأمان، إن احنا بالفعل بقينا نتنفس طعم الحرية والأمن والأمان والاستقرار. يعني اليوم أيضا تم الإعلان عن مشروعات صناعية كبيرة وميزانية كبيرة وهي تصل إلى 300 يعني ما يزيد عن 360 مليار جنيه مصري لعمل طفرة تنموية لتجعل سيناء محط أنظار العالم ومنطقة جذب الاستثمارات العالمية. يعني كيف ترين هذه الطفرة والنقلة إلى العالمية بمنطقة شبه جزيرة سيناء؟ التنمية المستهدف تحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، رئيس الوزراء صرح بالمبلغ المخصص لإقامة مشروعات تنموية كبيرة، جامعات في هيفتح في جامعة العريش خمس جامعات أخرى جديدة. صرح سيادة رئيس الوزراء إن التنمية وتنفيذ هذه المشروعات على أيدي أهالي شمال سيناء. الدولة هتخصص المبالغ لأن تنمية سيناء ستنفذ على أيدي شمال سيناء وأهالي شمال سيناء. فأنا بقول إن يعني دعوة للعالم أجمع إن ينتظروا شمال سيناء في الفترة المقبلة القليلة، هو المخطط خمس سنوات، لكن لو تكتفت جميع الجهود إن احنا بالفعل ننفذ هذه المشروعات على قدم وساق إن شاء الله تتنفذ قبل الخمس سنوات، وإن شاء الله دعوة للعالم أجمع للحضور إلى سيناء والاحتفال إلى سيناء، وإن شاء الله سيناء تظل في المكان الذي تستحقها بالفعل. أستاذة حسناء، يعني كأمين للجنة المرأة في حزب حماة وطن، يعني للمرأة السيناوية وضع مختلف، ما هي الملفات التي تهتم بها المرأة السيناوية؟ أنا دايما بقول للمرأة السيناوية مرأة صامدة قوية، تحملت ظروف لم تتحملها أي سيدات أخريات مع تقديم الاحترام لهم. عايزين نقول ان بالفعل في ملفات كثيره بنقوم بنقدم وعي سياسي للمراه، بنحلم ان تخوض المراه دخول البرلمان بصوره مشرفه، احنا عندنا اثنين نائبات نحلم ان شاء الله تصل للمزيد، عندنا استخراج بطاقات الرقم القومي بجميع المراكز والقرى، حصول المراه على كافه الحقوق السياسيه والاجتماعيه والنيابيه. عايزين نقول ان المراه السيناويه يعني عندنا يمكن نماذج كثيرة مضيئة، كانت شمال سيناء النائبة سهير جلبانة رحمة الله عليها، عندنا نماذج بالفعل تستحق المرأة السيناوية أن تحتل مراكز قيادية مشرفة. يعني هناك طفرات كثيرة جدا يعني شهدتها السنوات الماضية، ومنها ملف المرأة أيضا يعني أمين لجنة المرأة، كان هناك تعامل بشكل خاص من قبل مؤسسات الدولة والمجلس القومي للمرأة تجاه المرأة السيناوية، وهناك مشروعات ومبادرات أيضا وصلت إلى نساء شمال سيناء. يعني ما هي أهم هذه المبادرات التي استطعت أن تحدث فرقا في المجتمع السيناوي وخاصة النسائي؟ احنا عايزين نقول برضو ان المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا
ليه دور قوي وملموس في محافظه شمال سيناء. اهتمامها الجاد، انا يمكن كان ليا الشرف اني اشتغلت مقرره سابقه نظرا لظروف صحيه، لكن كان ليها دور فعال وقوي في للمراه السيناويه في شمال سيناء. يمكن جميع طلبات المرأة السنوية في شمال سيناء دايما الدكتورة مايا كانت بتوفر لها، يعني عايزين نقول يمكن ملف أحداث الروضة، يعني يمكن أحداث الروضة يمكن تفتكريه حضرتك إن كان في 350 شهيد في هذه القرية، تم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الأرامل في هذه القرية خلال 72 ساعة. دايما في وعي سياسي للمراه، تنفيذ مشروعات ورياده الاعمال للمراه، دايما في حل المشاكل الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي بتواجه المراه، دايما في استمرار وعي المراه، ما بنحددش بس اللي هي مدينه العريش، لا الوعي واصل لكافه القرى والنجوع، حصول المراه على كافه الحقوق استخراج الاوراق الثبوتيه من شهاده الميلاد. يمكن عندنا تم القضاء على مشكلة الزواج العرفي، السيدات اللي كانوا يمكن قبل كده فترة سابقة كان ممكن بيحصل بالزواج المبكر، يمكن المشكلة دي بفضل مجهودات المجلس القومي للمرأة يمكن تم الانتهاء من هذه المشاكل، ختان الإناث، مشاكل اجتماعية كانت بتعاني منها المرأة المهمشة في شمال سيناء بالفعل بفضل المجهودات القوية من مجلس القومي للمرأة وأجهزة الدولة بالفعل تم القضاء عليها بفضل هذه المجهودات. يعني كان هناك توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن تنمية سيناء سوف تكون بأيادي وبأولوية كبيرة لأبناء سيناء. ما هو دور المرأة في هذه التنمية القادمة سواء كانت صناعية، صحية، تنموية؟ احنا هنقول ان المرأة لها دور قوي وملموس في شمال سيناء. خلي بالك المرأة قادرة انها تقوم بمشروعات اقتصادية نقول متوسطة او صغيرة. برضو عندنا المشغوليات اليدوية، احياء التراث، يعني احنا بنحلم بإقامة مشروعات للمرأة للقضاء على البطالة وانها بتسد احتياجاتها ورفع مستوى الدخل للمرأة. فبنقول ان شاء الله يبقى لها دور ملموس وقوي في الفترة المقبله. في مشروعات بتتميز بها السيدات في شمال سيناء ان شاء الله يبقى لها نصيب، وان شاء الله يكون نصيب الاسد في تنفيذ تلك المشروعات على ايدي سيدات سيناء. يعني هل سيقتصر دور المراه السيناويه على المشروعات الصغيره والمتوسطه ولن تنخرط في العمل الصناعي والتنموي الذي ربما يكون عالمي في المرحله القادمه؟ ده ان شاء الله لو في تنفيذ مشروعات يقام مصانع يبقى المراه تشارك فيه. المخطط من خلال تنفيذ تلك المشروعات ان شاء الله المراه بتشارك، عندنا المراه ليها قدر واعي من قدر كبير من الوعي انها تشارك وعندها المهارات الحياتيه انها تشارك بقوه في تلك المشروعات الكبيره. انا بتكلم ان لو اتنفذت مشروعات صغيره، لكن لو في مشروعات اقامت بجانب بحيره البردويل، مصنع لتقشير الجمبري، لحفظ العجوه، المصانع الكبرى لو تم تنفيذها بالفعل هتلاقي المراه مشاركه لان هي تتميز في العمل في تلك المصانع. يعني بعيدا عن ملف المرأة، إذا عدنا مرة أخرى إلى ملف التنمية، يعني أهالي سيناء لهم الكثير من الخطوات وأيضا الأيادي في التنمية، المرحلة الأولى من تنمية شبه جزيرة سيناء، ولكن المرحلة الثانية سوف تقوم بأولوية لشركات وأيادي أبناء سيناء، هل هم مستعدون أو أنتم مستعدون لهذه التنمية الكبيرة؟ لا عندنا اهالي شمال سيناء مستعدون يعني ان هم يقوموا بتنفيذ تلك المشروعات لان دوت شرف ليهم ان هم يساهموا، لان عندنا نماذج كثيره لديها من الشركات والمقاولات والوعي والتخطيط ان هم بالفعل ينفذوا تلك المشروعات. لان رئيس تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تصريح قوي وصريح، فأكيد إن هم لديهم القدرة والإمكانية لتنفيذ تلك المشروعات. يعني إذا انتقلنا إلى الجانب السياحي، أيضا تم رصد مبلغ كبير من يعني مخصص تحديدا إلى الارتقاء بالسياحة في شبه جزيرة سيناء وتحديدا مسار العائلة المقدسة، يعني كيف هو دور المرأة في الجزء السياحي في شمال سيناء؟ هنقول دور المرأة السياحي في الفترة المقبلة القادمة إن شاء الله
لازم يبقى فيه وعي بتعريف اماكن الاماكن الاثريه والتاريخيه التي تحظى بها شمال سيناء. يمكن كتير جدا يعني لسوء الحظ ان الناس بتفتكر يعني شمال سيناء ما عندهاش الوعي من غير الجنوب، العريش موجوده فين. فعايزين نقول ان يتم الفتره المقبله عمل لقاءات وندوات ووجه الاعلام ان توضيح الاماكن الهامه والاثريه التاريخيه في أماكن شمال سيناء لتصبح مزار سياحي يدير بالدخل على سيناء وعلى مصر بالكامل. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة حسناء الشريف أمين لجنة المرأة في حزب حماة وطن شمال سيناء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.